اهلا بيكم على قناتكم، قناة دروس الماني اونلاين. ولو مش عامل اشتراك للقناة اعمل اشتراك، وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وده فيديو جديد وانا اسماء جويلي، ويلا بينا نبدأ. النهاردة درسنا هيكون عن حاجة كتير مننا قوي ما يعرفهاش في اللغة الألمانية، وهي الان ديكليناسيون. السبب الاولاني اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان كتير جدا بكون كاتبه جمل، مثلا زي مثلا دي كوند اللي هي معناها زبون، لو كتبتها في جمله مثلا دين كوندن بلاقي كل الكومنتات بتعدل انه لا هي ما فيهاش ان في الاخر وانت كاتبه غلط ومش عارف ايه. فلا انا مش كاتبه غلط، ولا لو انتوا لقيتوها في اي فيديو او اي فيلم الماني بيكون هو قايلها غلط، رغم طبعا ان الافلام بيكون فيها اخطاء جراماتيك كتيرة جدا، بس دي بالذات بقى مش غلط، دي حاجة اسمها انديكليناسيون، وهنبدأ في شرحها على طول عشان ما نطولش عليكم. اول حاجة الانديكليناسيون خاصة بايه؟ خاصة بالماسكولين. ماسكولين نومن يعني الاسامي اللي بتيجي مع ديا، ماسكولين نومن يعني الاسامي المذكره. بلاش نقول الاسامي المذكره عشان زي ما قلنا في الالماني اصلا المذكر في العربي مش هو المذكر في الالماني، فخلينا نعرفها الاسماء اللي اداتها ديا. بشتمت مسكولين نومن ديكلينيات مان ان ديا غيجل نه ديا زو جننت ان ديكليناسيون. الان ديكليناسيون يعني الكلمه بنحط اخرها ان، وهي في حاله المفرد عادي. هايفش زند ديزن نومن اندن اندونجن كننبر، يعني بيقول في الغالب الكلمات دي ليها نهايات معينة وبتكون معروفة، أو هقولها لكم في الفيديو ده. بايشبيل في حالة النوميناتيف دي كوند دي كوندن، في الجينيتيف ديس كوندن دي كوندن، في الداتيف ديم كوندن دين كوندن، في الأكوزاتيف دين كوندن دي كوندن. ايه بقى اللي احنا لاحظناه مش فاهمين حاجه خالص؟ تاني، في حاله النوميناتيف دايما في حاله الرفع بتبقى الكلمه زي ما هي، عشان دي الحاله الاوليه. زي الفاعل مثلا في اللغه العربيه، الفاعل ده ما بيبقاش مثلا منصوب او مجرور او اي حاجه، فده الشكل زي ما بنقول عليه كده الشكل المصدري بتاعها ديا كوند، والجمع بتاعها دي كوندن. ديا كوند نفسها دي لو جت في حاله الاكوزاتيف ما بتبقاش دين كوند، بتبقى دين كوندن، بتبقى شبه بالظبط البلوغه اللي هو الجمع بتاعها، ولكن طبعا الارتكل بتختلف، هنا دين وهنا دي. زيها في الجينيتيف بس طبعا بدل دين بتبقى ديس كوندن ديا كوندن، والداتيف ديم كوندن دين كوندن. يبقى الاندكليناسيون هو ان احنا نزود في اخر الكلمه ان او اي ان في حالة الجينيتيف والداتيف والاكوزاتيف، يعني في جميع حالاتها في ما عدا النوميناتيف. طب ايه بقى الكلمات اللي بنزود اللي بتكتسب حرف ان بنهايتها؟ هي الكلمات المذكرة اللي هذكرها لكم دلوقتي. اول حاجة الكلمات المذكرة اللي بتنتهي بحرف ايه، ديا لوفا ديا كوندا ديا يونجا. ديا لوفا الاسد، ديا كوندا اللي هو الزبون، ديا يونجا الشاب. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي بحرف الـ A تاخد بتكتسب حرف N في نهايتها في جميع حالاتها الإعرابية في ميعاد النوميناتيف. تاني حاجة العديد من الجنسيات، زي ديا غوسا، ديا غوسا يعني الروسي، ديا بلوغاغا والبلغارية، أو جنسيات غيرها كتير. يبقى العديد من الجنسيات بتاخد بتكتسب في نهايتها حرف الـ N. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي بأن، زي ديا إليفانت، ديا إليفانت اللي هو الفيل. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي ب A N T، ديا دوتسن، ديا دوتسن معناها المحاضر، ديا بريزيدنت الرئيس. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي ب A T، ديا زولدات، ديا ديموكرات. زولدات يعني الجندي، وديموكرات الديمقراطي. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي ب A T، ديا بلانيت، ديا بلانيت يعني الكوكب، ديا بروفيت يعني النبي. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي ب E S T، ديا ارتست يعني الفنان، ديا بيانست عازف البيانو. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي بكراف،
وأشهرها ديا فوتوغراف، المصور الفوتوغرافي، ديا بيوغراف. بيوغراف هو كاتب السيرة اللي بيكتب قصة حد. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي ب او جي اي ديا بيولوجي ديا فيسيولوجا. ديا بيولوجا يعني عالم الأحياء، ديا بسيشولوجا يعني المعالج النفسي. الكلمات اللي بتنتهي ب او ام زي ديا اكونوم يعني الخبير الاقتصادي. الكلمات المذكرة اللي بتنتهي ب اي او تي زي ديا فارماتسايت، ديا فارماتسايت معناها الصيدلاني. دي جميع النهايات اللي بتنتهي بيها الكلمات اللي في جميع حالاتها الإعرابية، في ما عدا النومناتيف اللي هي حالة الرفع اللي يعتبر مش حالة إعرابية قوية. يعني في جميع الحالات التانية سواء الأكوزاتيف الداتيف الجينيتيف بتضاف ليها الإن أو الإي إن على حسب الكلمة. هناخد بايشبيل أخير خالص كده نطبق بيه اللي احنا قلناه وسهل جدا، زي مثلا der Student ist klug، der Student ist klug يعني الطالب ذكي. دي نوميناتيف ما فيهاش اي حاجه اعرابيه، لا نصب ولا جر، رفع زي ما هي. نفس بقى الكلمه اللي هي ستودنت نجيبها في حاله اكوزاتيف، مثلا ايش ذا دين ستودنتن ان ديا مينز. انا هنا بتكلم عن ستودنت واحد بس مش عن الجامع، بس قلت دين ستودنتن. طيب انا ليه هنا حطيت اي ان مش ان؟ هي ليها علاقه بالنطق، زي ما احنا خدنا زمان خالص ازاي في تصريف الافعال ان لو الفعل اخره تي او ان او دي ما ينفعش على طول احط الان عشان صعوبه النطق، مش هقدر اقول ستودنت كده، فلازم يكون في اي وبعد كده ان، تبقى دين ستودنتن. في حاله الداتيف ايه اشبرشت مت ديم ستودنتن، ايه اشبرشت مت ديم ستودنتن، نفس الكلام. في الجينيتيف das Fahrrad des Studenten ist grün أخضر، يعني العجلة بتاعة الطالب لونها أخضر. طيب طبعا كل ده أنا بتكلم عن طالب واحد بس، مفرد واحد بس، ما تستغربوش أو تترجموها على إنها جمع عشان دي بتبقى كارثة. أنا هنا بتكلم عن طالب واحد بس. الجمع بقى البلوغة دي Studenten fahren in Urlaub. طيب ازاي افرق ما بينهم؟ مثلا انا بقرا جمله ومش قادر اعرف. لا طبعا هيبقى سهل جدا تفرق. اولا هنشوف الارتكل، يعني دي اهم حاجه، الارتكل في البلوغه دي هنا هتبقى دن او دم او دس. نشوف كمان حال الجمله الاعرابيه، الكلمه دي واقعه نوميناتيف ولا اكوزاتيف ولا داتيف، ونشوف بقى طيب الجمع بيبقى شكله ايه في الحالات دي، والمفرد بيبقى شكله ايه، والكلمه دي اصلا بتندرج تحت قاعدة الاندكليناسيون، يعني بتصير عليها القاعدة دي ولازم تاخد ان في نهايتها ولا لا. طب انا اعرف منين؟ من الجدول اللي انا لسه شرحاه وقايله النهايات بتاعته. بس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، واتمنى تكونوا استفدتوا. لو حابين تجربوا في الكومنتات انكم تجربوا اي اسم من اللي انا قلته وتعملوا عليه بايشبيل، ممكن تعملوا كده في الكومنتات في حالة النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف والجينيتيف، وانا هشوف الكومنتات كلها وهرد عليكم. شكرا ليكم ونتقابل في فيديو جديد.